قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إنه لا يمكن للدول المجاورة وحدها مساعدة الفلسطينيين، وشددت ألبانيز على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين لتخفيف العبء عن مصر والمصريين الذين أكدت أنهم قاموا بدور كبير في المساعدات. ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.